في أمسية رياضية كروية وبلمسة وفاء احتفل قدامى منتخب العراق مع قدامى منتخب الأردن بالكابتن كامل منيب، أحد أبرز نجوم الكرة الأردنية خلال عقد الثمانينيات، من على ملاعب المدينة الرياضية في العاصمة الأردنية عمان. هذه اللحظة تعتبر بالنسبة لي تاريخية، أشوف أصدقائي وزملائي إن كان من المنتخب الأردني الشقيق أو من المنتخب العراقي الشقيق. يعني أنا عصرت أجيال من العراقيين أيام حسن فرحان، كان ناظم شاكر، نادر رجال، سيد سعيد، فلاح حسن، أنا لعب ضدهم. هذا اليوم يعني ما شاء الله شعور، يعني بحس فيه يعني شعور إنسان، يعني فرحة لا توصف. كانت مشاركة حلوة، التقينا بزملائنا ولاعبين القدامى مثال ليث حسين وأحمد دحام وكابتن ياسين عمال وكثير منهم. إن شاء الله تتكرر هكذا احتفالات حتى نشاهد أيضا كل زملائنا. طبعا هي متعة بغض النظر عن النتيجة، بغض النظر عن إخواننا العراقيين، هم أخوان وأصدقاء. يعني أنا بالنسبة لي فرحت بس شفت ليث حسين، الشباب كلها من أصدقائي أنا اللي من جيلي، وكنت أتمنى سعد قيس، كنت أتمنى راض شنيسل، كنت أتمنى من الناس اللي من جيلنا. نجوم الطرفين أعادوا حاضر المباراة إلى الذكريات الجميلة، وقدم اللاعبون لوحات فنية أعاد الزمن الكرة العراقية والأردنية إلى مجد طالما لمع في سماء الوطن العربي. شفت اليوم كيف الألفة بين اللاعبين والمحبة والاحتراف، احتراف والمهارة، يعني المهارة اللي بتمنى كل إنسان يتفرج عليها يشوفها. يعني كانت مواهب موجودة مع أنهم كبار بالسن، بس ولكن كان في لمسات، في كرة جميلة جدا. يعني أنا بصراحة لحقت شوي من أيام زمن الجميل بالعراق، ونجوم ما شاء الله عليهم، كانوا لاعبين ما شاء الله عليهم. يعني شيء جميل، شيء مفرح أنه دائما تواصل ما بين الأخوة والأشقاء في هكذا محافل. وإن شاء الله نتمنى الأخ كامل منيب في هذه المناسبة أنه يكون، نتمنى له الموفقية في عمل القادم إن شاء الله، والأخوان أيضا اللي قائمين على المهرجان هم نقدم لهم الشكر والعرفان لما قدموه للعب. المباراة أخذت طابعا ودي وحضورا كروي، وعكست الهدف الحقيقي لهذا التجمع بأن كرة القدم تجمعنا رغم حدود البلدان التي فرقتنا. ويبقى الاحتفاء باللاعبون القدامى وتكليل مسيرتهم الرياضية هو ما يتمناه كل من امتلك موهبة رياضية ومثل بلده من خلالها. للعراقية الرياضية، محمد العبدلي، عمان.